وللحديث حول هذا الموضوع معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق العامر. أستاذ طارق، عظم الله أجركم في فقيد الوطن الغالي عليه رحمة الله، وباعتبارك أحد رواد مجلس صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، لو نستذكر معك الأجواء العامة في مجلسه العامر، وما هي التوجيهات والرسائل التي كان سموه يوجهها لرواد مجلسه رحمه الله؟ مسي عليك أخي العزيز، ومسي على الشعب البحريني وعزي البحرين. أنا أرفع جل عزاءنا خالص مواساتنا إلى صاحب السمو جلالة الملك حمد بن عيسى، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء، في هذا الفقد العظيم والخسارة الجليلة. نسأل الله أن ينهم الجميع بهذا وشعب وعائلة حاكم الصبر والسلوان بإذن الله. حقيقة هنا نتحدث عن خليفة بن سلمان أو مجلس خليفة بن سلمان، نحتاج إلى الكثير من الحديث، ربما الكثير من الكتب، لكن سنعرف بشكل سريع على أهم المحطات. ولو الواحد يستذكرها، مجلس خليفة بن سلمان كان أقرب ما يكون إلى برلمان صغير، يحضره الصغير والكبير، يحضره الفقير والوجيه، يحضره الوزير وعضو البرلمان وأعضاء مجلس البلدي وجميع من يحمل في قلبه ذرة من معاناة. الكل يقف أمام خليفة بن سلمان ليتكلم بمنتهى الحرية، وحتى لو طال الحديث فلا يتأسف، المغفور له، بل كان يستمع وينصت إلى حديثهم. كان يطالب دائما أعضاء المجلس ويطالب الصحافة، تكلموا واكتبوا. نحن لسنا في وحكومة وصلنا إلى الكمال، نحن ننشر الكمال، لكن هناك الكثير من التقصير الذي نغفله. مطلوب منكم أنتم أن أنتم تضعون على الصورة الحقيقية إذا كان هناك تقصير، وجهون وشاوروا على هذا التقصير، وإحنا بمساعدة الجميع وأولهم كانت الصحافة سنصحح كل أخطاء أو تقصير. بالحقيقة خليفة بن سلمان ومجلسه كان الشيء يعني يكاد يكون نادر بشخصية قائدها، شخصية صاحب المجلس نفسه. يمكن أنا أتصور أن أكثر مكان أو يتعب خليفة بن سلمان ومع ذلك لا يتذمر ولا يشتكي كثرة رواد المجلس الذي يضطر أحيانا يقف بالساعة والساعة والنصف بالسلام عليهم فردا فردا والسؤال عنهم. كانت هذه بمثابة يعني إحنا رواد نستشعر بنوع من الشفقة على 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 سموه من كثر الوقوف حتى يحييهم كلهم، ومن ثم يدخل ويستمع لهم جميعا، يستمع إلى مطالبهم، يستمع إلى معاناتهم، يستمع. كانت يتألم كما يتألم أصغر فرد في هذا الوطن. إذا كان هناك حاجة سار على طول ووجه وزرائه بضرورة المساعدة، إذا كان هناك نوع من التقصير في الخدمات يوجه الوزير المختص والحاضر في مجلسه بسرعة إنجاز هذا الثغرة. كان بالفعل شخصية إنسانية تكمن في خليفة بن سلمان، ولذلك كان من أكثر ما يحرص عليه بعد قراءته للصحف هو الانتقال لصفحة شكاوي المواطنين. أذكر في سنة 1989 حين ظهور صحيفة الأيام، سارعت إدارة التحرير برئاسة الأستاذ نبيل الحمر إلى جعل صفحة بريد القراء والتي فيها شكاوي المواطنين إلى الصفحة الثانية بعد الأولى،
المعنى منها بأن خليفة بن سلمان حريص بعد الصفحة الأولى أن يقرأ الشكاوى المواطنين، وكان ذي ميزة في خليفة بن سلمان، لأن لا تكاد تغيب شمس اليوم نفسه إلا حلت مشكلة أي مواطن ينشر قضيته أو ينشر مشكلته في الصحيفة. هذه طبيعة خليفة بن سلمان، وهذا الإنسان بالفعل الذي ننشد الله ونرجوه أن يتقبلها عند إن شاء الله فعليين. خليفة بن سلمان كان نموذج للحكمة. نعم. عزاؤنا أنه ترك البحرين ولكن خلف من ورائه صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد، والذي تشرب على يده جوهر الحكمة ورئاسة الرئاسة وهدب السياسة. نعم. بالتأكيد السبع سنوات التي مضت في 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 قضاء ولي العهد في كنف سمو رئيس الوزراء الراحل الشيخ خليفة بن سلمان تعلم منها الكثير الكثير الكثير، وإن شاء الله بإذن الله، وهذا ما نرجوه إن شاء الله. وعزاءنا مرة أخرى إلى القيادة السياسية وإلى شعب البحرين والعائلة الحاكم إن شاء الله. نعم، مجلس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان كما أشرت أستاذ طارق كان مدرسة وجامعة وطنية يتعلم منها الجميع أسمى دروس الحياة والتواصل مع المواطنين صغيرهم وكبيرهم. الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي طارق العامر، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.